بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في البداية أن أتقدم إليكم يا صاحب السمو بفائق التحية وعظيم التقدير والاحترام، وأن أعبر لسموكم عن اعتزازنا الكبير لدعمكم القوي لكافة جهود التنمية البشرية في الشارقة وفي الإمارات، مؤكداً لسموكم أن ذلك إنما يمثل بالنسبة لنا جميعاً دافعاً قوياً نحو تمكين أبناء وبنات الوطن للإسهام الجاد في مسيرته والتنافس الناجح في هذا العصر المتغير من حولنا، وبصفة مستمرة نحيي يا صاحب السمو رعايتكم الكريمة لهذا المنتدى الذي يدور حول سبل تشجيع المبادرة والإبداع والعمل الحر، ويسعى كسابقة المنتدى الأول إلى تنمية الوعي المجتمعي بهذه الأنشطة وتأكيد أدوارها في تطوير الاقتصاد بدولة الإمارات ومنطقة الخليج من خلال ما توفره من فرص العمل وما تحققه من رفع الإنتاجية وبث روح الحيوية الاقتصادية في المجتمع، بل وما تضمنه كذلك من وعي وإحاطة باستراتيجيات التنمية البشرية وأوضاع الاقتصاديات الوطنية والإقليمية والعالمية، وسبل تحويل التقنيات إلى أفكار نافعة ومثمرة، بل وأيضاً كل ما يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة وتعميق إسهاماتها في أنشطة الاقتصاد العالمي بشكل شامل وملحوظ. لقد أظهرت تجربتنا العملية في هذا المجال وأكدت عليه المناقشات في منتدى الشارقة الأول للتطوير ضرورة الاهتمام بتوفير كافة العوامل والشروط اللازمة لنجاح المشروعات الصغيرة والعمل الحر، ومنها وعلى وجه الخصوص توافر الدعم المالي للشباب، وضع سياسات ملائمة، إيجاد برامج فعالة للتعليم والتدريب، الإفادة من التجارب العالمية الناجحة، تشجيع الانفتاح الاقتصادي على العالم، نقل التقنيات الحديثة واستخدامها بكفاءة وإبداع، بالإضافة إلى حماية الحقوق الفكرية وإيجاد بيئة داعمة لرجال الأعمال، بل والالتزام بالمعايير والمستويات العالمية المقررة، وأيضاً ولعله من الأهم تشجيع المرأة على خوض هذا النشاط الاقتصادي المهم من خلال الوعي بأبعاده واستيعاب مجالاته بذكاء وإقبال. لقد أظهرت التجارب العالمية كذلك وبكل وضوح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع وبحمد الله بكافة هذه الشروط والمتطلبات، وأن الدولة بقيادة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ملتزمة تماماً بتوفير مناخ وطني يشجع على المبادرة والإبداع
والابتكار ويحقق المشاركة الواسعة لجميع أبناء وبنات الوطن في تحقيق النمو والتقدم، كما أن الدولة تحرص وبحمد الله على تأكيد مكانتها المحورية في مسيرة الاقتصاد العالمي. إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبلا جدال مثال ناجح على دور الإبداع الاقتصادي وتشجيع الشباب على تأسيس شركاتهم ومؤسساتهم في تحقيق تقدم المجتمع وتطوره. أنتهز مناسبة هذا المنتدى لأرفع إلى صاحب السمو الوالد رئيس الدولة أصدقيات الشكر وأسمى معاني العرفان تقديراً لدعمه ووفاءً لقيادته الحكيمة وتوجيهاته الرائدة. إن الإنجازات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال واضحة وملموسة. الأمر الذي يدفعنا إلى الإشارة إلى عدد من جوانب التجربة الناجحة للدولة، وبهذا الخصوص سواء تعلق الأمر بأهمية التركيز على المشروعات التي تحقق أهداف النمو الاقتصادي بشكل أسرع وأكثر كفاءة، أو التركيز على بناء روح المبادرة والإبداع ليس فقط في المجال الاقتصادي وحده بل وفي مجال العمل الاجتماعي كذلك، أو بإدراكنا الكامل لأهمية برامج التعليم والتدريب ودور الجامعات والكليات ومراكز البحوث كحاضنة للمشروعات الصغيرة وراعية مبادرات أبناء وبنات الوطن ودورها كذلك في تحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية يتولاها الطلبة والخريجون. علينا كذلك، وهذا مهم لنا فالإمارات ومنطقة الخليج على السواء، أن نشجع المشروعات ذات البعد العالمي وتلك التي تسعى إلى الانفتاح على الأسواق العالمية، وأن نستمر في مواجهة ومراجعة وتطوير كل النظم والسياسات التي تكفل دائما توافر بيئة مواتية في الدولة تشجع على الإبداع والابتكار وتدفع إلى العمل الحر وتأسيس الشركات وإقامة المشروعات. واسمحوا لي في هذا السياق أن أشير إلى أن كليات وجامعات الدولة ملتزمة تماماً بإداء أدوارها في هذا المجال، سواء في طرح برامج الدراسية الملائمة أو إعداد الخريجين للأخذ بالمبادرة والاعتماد على الذات والعمل ضمن فريق، بل وتفهم طبيعة الاقتصاد الوطني والاستعداد للعمل في بيئة عالمية. إن الجامعات والكليات تقوم كذلك بجهود مهمة في مجال البحث والدراسة وبناء العلاقات مع الجهات الحكومية ومواقع العمل وتوفير الدعم المتواصل للشباب ووضع أفضل النتائج والممارسات أمامهم ليفيدوا منها قدر الجهد والطاقة. إن الجامعات والكليات تدرك تماماً إن التدريب على المبادرة والعمل الحر وإنشاء المشروعات قد أصبح جزءاً مهماً من التعليم الجيد في هذا العصر، بل إنه كذلك خياراً أساسي أمام الطالب بعد التخرج. أيها الأخوة والأخوات، إنكم تعلمون جميعاً أن المبادرة والعمل الحر أمر متأصل في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج عموماً، وكان لهما دائماً دور أكيد في النشاط الاقتصادي فيهما. والآن علينا جميعاً
مسؤولية تطوير هذا الأمر وربطه بمتطلبات العولمة وبالتطورات الحديثة في هذا الشأن. هذا أمر حيوي وهام لتحقيق الفاعلية والكفاءة في كافة جوانب اقتصادنا الوطني. إن هذا المنتدى هو خطوة هامة على الطريق وفرصة سانحة للحوار والمناقشة والتعلم من التجارب، بل ووسيلة فاعلة لمساعدة الأفراد والمؤسسات في جهودهم لدعم هذا الاتجاه نحو العمل الحر وإنشاء الشركات والمشروعات وما يستتبع ذلك بإذن الله من تشجيع الإبداع والابتكار ونقل مفيد للتقنيات وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ناجحة. أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح في هذا المنتدى، راجيا أن تحققوا منه ومن خلاله كافة هذه الآمال والطموحات. صاحب السمو، مرة أخرى أحيي سموكم وأقدر كثيرا حضوركم ورعايتكم لهذا المنتدى، داعيا المولى العلي القدير أن يوفقكم دائما على طريق النهضة الشاملة في بلادنا، وأن يجعل راية الإمارات عالية خفاقة، وأن يحقق لدولتنا الغالية استقرار المواطن وازدهار الوطن وبصفة مستمرة. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.